التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم مع رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي وعضو مجلس الإدارة نواف الحويدر. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية تجاه ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى ودور الدبلوماسية الكويتية تجاه هذا الملف الإنساني الهام. واستذكر وزير الخارجية خلال اللقاء التضحيات الخالدة التي قدمها الشهداء الكويتيون تجاه الوطن الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم في سجلات الشرف والبطولة وبكل شجاعة وبسالة من أجل عودة الشرعية إلى دولة الكويت وشعبها الأبي، مضيفا أن ذكراهم ستظل مخلدة لا تنسى في أفئدة ووجدان كل الكويتيين. كما استذكر النجاح الأخير لدولة الكويت والجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة في تحديد مصير الشهيد حمدان محمد حمدان المطيري، وذلك بعد التعرف على هويته من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. كما أكد الشيخ سالم الصباح على أن هذا الملف الإنساني يحظى بأهمية عالية من قبل القيادة السياسية في دولة الكويت ويعتلي أولويات الدبلوماسية الكويتية وأعمال وزارة الخارجية، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى العاصمة العراقية بغداد في 30 من شهر يوليو الماضي والتي كان موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين على رأس المباحثة الثنائية فيها والتي تمت مع القيادة السياسية وكافة المسؤولين العراقيين والتي أيضا شهدت التزاما واضحا من قبل الجانب العراقي لإنهاء هذا الملف الإنساني الهام. من جانبه قدم العنزي استعراضا لجهود جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية، كما قدم نسخة عن إصدار موسوعي لجمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية تحت عنوان صفوة الأخيار والذي يوثق أسماء وبيانات وصور الشهداء المعلن عنهم من أسرى دولة الكويت.